الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. اختلف القراء رحمهم الله في كلمتين من هذه الآية هما الفعلان يبغون ويرجعون، فقرأ بالغيب في الكلمتين حفص، وقرأ بالغيب في الكلمتين مع فتح الياء وكسر الجيم من الفعل يرجعون يعقوب، وقرأ بالغيب في الأولى والخطاب في الثانية يبغون وترجعون أبو عمرو، وقرأ الباقون بالخطاب في الكلمتين تبغون وترجعون. والوقف المتعلق بتعدد القراءات في هذه الآية جزء منه داخلها، وهو الوقف على قول الله عز وجل يبغون، وعلى قوله طوعا وكرها، وجزء منه يرتبط برأس الآية التي قبلها فأولئك هم الفاسقون. واختلف فيه العلماء على ما يلي: لم يتعرض ابن الأنباري والسجاوندي لهذا الوقف، وذهب النحاس والجعبري والداني إلى أن الوقف على كلا القراءتين يكون عند قول الله سبحانه فأولئك هم الفاسقون، مع اختلافهم رحمهم الله في نوع الوقف، هل هو كاف أو تام أو كامل. وفصل ابن غلبون الحكم بحسب القراءات فقال: فمن قرأ الفعلين بالياء كره له أن يبتدئ بواحد منهما، لأنهما راجعان إلى ما تقدمهما من ذكر الغيب، وهو قوله فأولئك هم الفاسقون، فهما متعلقان به. ومن قرأهما بالتاء جاز له أن يبتدئ بالأول منهما ثم يعطف الثاني عليه، لأنه ابتداء خطاب تقديره قل لهم أفغير دين الله تبغون وإليه ترجعون. وعلى قراءة أبي عمرو يكره له أن يبتدئ بقوله أفغير دين الله يبغون، لأنه راجع إلى ما قبله من ذكر الفاسقين، ويجوز له أن يبتدئ بقوله وإليه ترجعون، لأنه عدول عن الخطاب إلى الإخبار فهو مستأنف. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الهمذاني إلى أن الوقف على قوله فأولئك هم الفاسقون وقف كاف، لكنه يتقوى بقراءة الخطاب في قوله أفغير دين الله تبغون، كما أن الوقف عند قوله سبحانه يبغون وقف حسن تقويه قراءة الياء. وجعل الهمذاني الوقف عند قول الله عز وجل طوعا وكرها وقفا حسنا تقويه قراءة من قرأ وإليه ترجعون بالتاء. وذهب الجعبري في الوقف عند قول الله عز وجل أفغير دين الله تبغون إلى أنه وقف صالح ولم يفرق فيه بين القراءتين. أما العماني فجعل الوقف عند رأس الآية من قول الله عز وجل فأولئك هم الفاسقون وقفا حسنا على كلا وجهي القراءة. وذهب إلى أن من وقف على قوله سبحانه أفغير دين الله يبغون وإن كان لا يعنفه أنه يقف وقفا جيدا، وذلك لتعلقه بما بعده على تقدير أتبغون غير دين الله الذي هذا صفته، فلا يفصل بين الصفة والموصوف. أما الوقف على قول الله عز وجل طوعا وكرها فقال فيه العماني
وهو على القراءتين وقف، إلا أنه في قراءة من يقرأ ترجعون بالتاء ويبغون بالياء أحسن، لأنه يرجع من الغيبة إلى الخطاب. فأما من قرأهما جميعا بالياء أو بالتاء فالأحسن له أن يصلهما، وإن وقف على طوعا وكرها وفصل بينهما بالوقف جاز وصلح عند بعضهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومتأمل المذكور في هذه الآية من أقوال علماء الوقف رحمهم الله يلحظ أنهم لم يختلفوا في الوقف على رأس الآية الثانية في القراءتين الغيبة والخطاب، وتنتهي مذاهبهم فيما سوى ذلك إلى الآتي: أن الوقف على رأس الآية الأولى والثانية لكلتا القراءتين، ولا وقف داخل الآية الثانية. ثانيا، أن الوقف على رأس الآية الأولى إنما هو لمن يقرأ بعدها تبغون بتاء الخطاب. ثالثا، أن الوقف عند قول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون يكون على القراءتين وتقويه قراءة الياء يبغون. رابعا، أن الوقف عند قول الله عز وجل طوعا وكرها يكون على قراءة أبي عمرو وحده إذ قرأ ترجعون بالتاء. خامسا، أن الوقف عند قوله سبحانه طوعا وكرها يكون على كلا وجهي القراءة، لكنه أرجح لمن قرأ بالتاء ترجعون. والذي يترجح من مجموع هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى هو ما ذهب إليه ابن غلبون وعلله من أن رأس الآية الأولى يختص الوقف عنده بقراءة الخطاب، وذلك لاختلاف جهة الكلام فيها عما قبلها، وللانتقال من الأسلوب الغيبي إلى الخطابي، خلافا لمن يقرأ بالياء فجهته واحدة والكلام متصل ببعضه إلى خاتمة الآية. وأما الوقف على قول الله عز وجل طوعا وكرها فلا يصح لمن قرأ الفعلين بالغيبة ولا لمن قرأهما بالخطاب، وذلك لئلا ينفصل المعطوف بالوقف عما عطف عليه. أما من تعددت عنده جهة الكلام فله أن يقف على قول الله عز وجل طوعا وكرها، حيث وجه الفعل الأول للغائب وقرأ أفغير دين الله يبغون، ثم وجه الكلام في الفعل الثاني للمخاطب فقرأ وإليه ترجعون. والله تعالى أعلم.